اجمل باقه ورد لكم والمشاهدين. وش رايكم في هذه الباقه اللي كنتوا فيها؟ رائعه جميله جدا. لازم كي تكمل لازم تجي نشمها. خلاص عبك واحده رائحه وهي ورد طبيعيه. ما شاء الله عليك فدوى يعطيك الصحه. نعاودوا نذكروا انه احكمتي هذيك لي بونش الاسفنجان شمخه ودرتي فيها يعني كل هذا درت فيها هاد الرقائق الخضراء. بديتي بهادو درتي في الفلوتور كامل ومن بعد تلصقي كيما تحبي. تحبي تكثري الازهار، تحبي تكثري هادو هاد الازهار هادية الازهار هادية ليتيج كيما نقولوا لها حنايا ولا كيما تحبي. الورد فيهم عندها رمزية بالعاني درتي الاحمر والابيض ولا؟ وي درت الاحمر والابيض لانه كامل لا بليبار يستعملوهم في الافراح. صح في الاعراس يعني يستعملوه بزاف. حبيت اللون الاحمر اللي هو لون الحب. وي لو بلون سي لا بيورتي دونك النقاء ولا هذه قلت لك الاحترام والامتنان ونسقتهم. لا برافو برافو والله يعطيك الصحه. ما دتش بزاف وقت لا يعني لا من عندك. نعاودوا نذكروا هذه الورود كما قلت انا في الشتاء. هذه ورود مستورده مستورده على ما يبدو سعرها يكون شويه مرتفع اكيد مقارنه. شكرا جزيلا لك في الدول اللي يحبوا تنسيقك. تفضل على الطاوله. نعم على وسط الطاوله هكذا نشوفوا نفدوها. جميل امشي ثقيله هكذا فوالا. جميل اكيد تشوفي شيفا جميل جدا. اوكي هذه شكرا جزيلا لك في الدواء. يعطيك الصحه. اللي يحبوا هذا التنسيق وحبوا يتواصلوا معك في الدواء وين يلقاوك؟ عبر صفحه الانستغرام ولا عندنا محل متواجد في المحمديه. لا جوا دي فلور ديزير وان شاء الله احنا نعاودوا نتلاقاو بك كل يوم ثلاثاء ان شاء الله.